هاي، رجعنا لكم بفقرة جديدة من الليتست نيوز. معكم ميرام الحداد من صناع الرأي. ونبدأ أخبارنا مع أمين الفتوى بالجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، اللي وكل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بأنه يقوموا بدعوة ضد شادن فوكيه لأنه عملت عرض كوميدي بالنسبة لألون مس بالشعائر الدينية والدين الإسلامي. أخرى كان أخذ ورشب مع كاراكلا هذا تواعي. وهذا الشيء فعلا اثار نعرات طائفيه بالمجتمع، فخلى ابناء طرابلس يتوجهوا على ساحه النور ويقوموا بمظاهره اعتراضيه للستاند اب كوميدي اللي صار واللي انتقدت فيه شادن امور خاصه بالدين الاسلامي. نحن عم يتطولوا على معتقداتنا، على ربنا، عم يتمسخروا علينا على المسرح وبدنا ايانا نسكت، ما حنسكت. فشو قولكم، هيدا الامر مس بحريه التعبير او انه شادن عن جد خطت الحدود الدينيه؟ وبنروح لهبه المليار يورو او ديل المليار يورو. فبعد ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن هبة مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي بهدف مساندة لبنان، وهذا الموضوع تلقى هجمات واتهامات كبيرة، وحق العالم يعملوا هالاتهامات والهجمات لأنه الحكومة عم تستغل هيدول الأموال لمصالحها الشخصية. فشو قولكم؟ شو معقول يكون النتائج عن هيدي الهبة؟ وخصوصا انه بنعرف انها حتستمر لسنة 2027، ولكن يبدو انه هيدا الموضوع رح يكون بايد المجلس النيابي، للقسم الاكبر منه من الكتل النيابية كان عم بيتجه نحو المشاركة فيه، على الرغم من انه العديد من هيدي الكتل ما كانوا عم بيشاركوا مسبقا. فشو المصير النهائي لهيدا الموضوع؟ وهل بيتوجه نحو الرفض؟ وبنختم اخبارنا مع خبر مفرح، فاحرزت الرمية اللبنانيه ري باسيل لقب كاس العالم للرمايه بالحفره الاولمبيه، وهذا الشيء حصل بالعاصمه الاذربيجانيه باكو، وكان انجاز شخصي للرمية اللبنانيه ري باسيل، واكيد ما فشلوا اللبنانيه ولا مره بانه يمثلونا باحلى صوره بالخارج. وبهذا الخبر بنختم اخبارنا لهذا الاسبوع. كان معكم ميرام الحداد من صناع الرأي. زورنا جمعة الجاي باخبار جديده ومتنوعه. باي.